لسنا حزب الرئيس يعرف الجميع أن الرئيس له موقف من الأحزاب الرئيس ترشح بصفة مستقلة والرئيس يردد دائما أنه لم ينتمي يوما إلى حزب ولن ينتمي يوما إلى حزب ولكن كل ما في الأمر نحن نلتقي مع رئيس الجمهورية وليس عيبا في ذلك أن نلتقي مع رئيس الجمهورية في التصور العام في القيم العامة التي تجمعنا مع رئيس الجمهورية نحن نعتقد أنه أفضل بكثير من أن نلتقي مع جماعات المافيا التي نهبت البلاد وسرقتها ومسؤولة على إراقة الدماء في تونس نحن يجمعنا مع رئيس الجمهورية إيمانه بسيادة الوطنية يجمعنا مع رئيس الجمهورية أنه يعتبر التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة عظمى يجمعنا مع رئيس الجمهورية إيمانه بالدولة الاجتماعية بدولة الرعاية الاجتماعية ولكن عندنا لنا خلافات كثيرة مع رئيس الجمهورية في رؤيته للنظام السياسي في رؤيته لعملية الخروج من المافي. أزق. نحن نلتقي مع رئيس الجمهوريه ولكن لسنا حزب الرئيس ولا الرئيس هو رئيسنا الرئيس هو رئيس كل التونسيين وحركة شعب حزب وطني موجود في الساحة السياسية التونسية يتقاطع مع رئيس الجمهورية كما يتقاطع مع الاتحاد العام التونسي الشغل كما يتقاطع مع عديد الأحزاب الأخرى نحن نعتبر رئيس الجمهورية رجل نظيف رجل وطني له أفكار يمكن أن تخرج البلاد من المزق الموجودة فيه ولكن لا يمنع ذلك انه هنالك يعني نوع من خلافات في بعض الرؤى بيننا وبين رئيس الجمهوري فلا هو رئيسنا ولا نحن حزبه